متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم موعد مباراة مصر المقاصة والرجاء التي تقام بالجولة 31 من الدوري المصري لكرة القدم، حيث تقام المباراة الجمعة 13 أبريل 2018. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي بمحافظة القاهرة، ويدخل فريق مصر المقاصة هذه الجولة ويحتل المركز 11 برصيد 37 نقطة، كما يحتل فريق الرجاء المركز 17 برصيد 25 نقطة. وتقام مباراة مصر المقاصة والرجاء الجمعة 13 أبريل 2018 في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والسابعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت السعودية، والثالثة بتوقيت جرينتش. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة النيل الرياضة وإن سبورت ودي ام سي سبورت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.